أما الآن فليتفضل الدكتور مصطفى مدبولي بالجولة التفقدية لمحتويات قافلة صندوق تحيا مصر، لكن الرجاء من الجميع التزام أماكنه لحين خروج دولة الرئيس. مواد غذائية ومعلبات طبعا، جبناها من الفول، كل انواع الغذائية موجودة 1700 طن مواد غذائية، بالاضافة للمية طبعا. هنا الناحية التانية عندنا سراير العناية المركزة، عاملين حوالي 71 سرير عناية مركزة، 43,000 كرتون مواد غذائية بحوالي 347 طن، كل انواع المفروشات. هنا طبعا كل دي المتبرعين فن، يعني 23 طن من التمور كلها تبرعات عينيه، مش احنا اللي شاريينها، هم الناس متبرعين بيها لاهل غزه. المراتب طبعا في كميه كبيره من الادويه، دي نماذج فند من الخارجيه، نماذج من السيارات المحمله. جبنا عينة صغيرة فندم من النماذج اللي موجودة،